ومعايا من داخل اللجنة مدرسة عثمان بن عفان بن بابا إحدى المرشحين. حضرتك النهاردة شاركت طبعا بالتصويت، وحضرتك تمام. طيب تقولوا ايه للناس اللي ما نزلتش لحد دلوقتي وفي ناس مش عايزة تنزل ولا تنتخب حد؟ عشان خاطر البلد والوطن والأجيال اللي طلع، وربنا يحافظ على السيسي. لا قول لحضرتك، انت قول للناس انزلوا وانتخبوا. اي نعم احنا نازلين وما عندناش فكره عن اي مرشح عمل ايه او هيعمل ايه. كفايه اتضربنا على قفانا كتير، مش مستحملين اي لمسه في قفانا. فنزولنا هيمنع الضرب على القفا، بعد كده هيحدد مصيرنا ومصير البلد. انا جيت وانتخبت وانا تايه، بس بحط نفسي علشان ولادي ولاد ولادي فيما بعد، الناس كلها يعيشوا كويسين ويعيشوا مستريحين في البلد. احنا وطنيين وبنحب بلدنا وبنحب الريس، لانه راجل وطني ومش هيجي حد تاني زيه، فلازم نشجعه ولازم نقف جنبه وقصاده ونمشي في المسيره اللي هو ابتداها. ربنا يكرمه ويحافظ عليه. ربنا يحافظ عليه. شكرا. ويخلي اللي حواليه قلبهم ابيض وخايفين على البلد زيه، عشان مصر تعلى وتعلى وتعلى.